على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، التوراة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل على الرسول في شأنها ما نزل. وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم التوراة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها تكريما لها. فنحن نوقر التوراة على الإجمال ونوقر الإنجيل على الإجمال، ولا نرضى أبدا ولا نقر بالذي حرف. هل يقر المسلم بالتحريف الذي حدث؟ لا يقر به، لكن إجمالا نؤمن بالتوراة ونثني عليها على الإجمال التي نزلت من عند الله. وكان هذا يكفي بدلا من تعقبات الإخوة، يكفي أننا نقول أن التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، على موسى وعلى عيسى السلام، نؤمن بهما، وهما كما أثنى الله عليهما إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكما قال تعالى وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز زكاة المال لمن هو عليه ديون وحان موعد الدين ولكن عليه أصول؟ عليه إيه؟ حان موعد الدين ولكن لديه أصول. طيب، هو يستطيع بها الأصول أو لا يستطيع؟ هو يستطيع، يعني في شقة غير ساكن فيها موجودة، وفي أرض بيت ورث هو وإخواته، ولكن هو بيستنى سعر كويس أو سعر مناسب أو هكذا. لكن زائد عن الحاجة. أيوة، يعني يقول للأولاد أو كده في المستقبل أو كلام من ده، ومستني سعر مناسب، ولكن بيجيله ناس لكن يقول لك السعر مش مناسب. يتصرف في بعض الأملاك ولم يتصرف في الكل. والله لو في أمامه باب للسداد، وأنتم تعرفون ذلك جيدا أن أمامه باب للسداد وهو لا يسلكه، لا تعطونه، أعطوا الزكاة غيره. شكراً.